السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد هشرح فيه بالتفصيل طريقة التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية واللي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020-2021 ابتداء من النهاردة الخميس الموافق 23 يوليو ولمدة 15 يوم من خلال الرابط اللي هتلاقوه حضرتكم موجود أسفل الفيديو. الوظائف المتاحة التقدم إليها هي مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم فصل، معلم رياضة أطفال، معلم مساعد رياضة أطفال، معلم ماس رياضة ومعلم علوم، معلم لغة عربية ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر أطفال ذوي احتياجات خاصة، وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي. الفيديو حضراتكم حيكون عبارة عن شرح وافي لملء ازاي يعبي الاستمارة الإلكترونية للبيانات الشخصية ومؤهلات العلمية والبيانات الأساسية واستمارة التعليم والتوظيف والإنجازات الشخصية، وكمان حارد فيه الأسئلة التقييم والأسئلة الاختبار الإنجليزي. فتابعونا حضراتكم لنهاية الفيديو عشان نعرف بالتفصيل إزاي نقدر نقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية. ده الشكل بتاع صفحة المدارس المصرية اليابانية. بمجرد ما هنضغط حضراتكم على الرابط اللي هنلاقيه أسفل الفيديو هتظهر معانا الصفحة بالشكل ده. في البداية لو حبينا نطلع على شروط وقواعد التقدم هنضغط على شروط وقواعد التقدم الموجودة في أعلى الصفحة. بمجرد ما هنضغط عليها هيظهر لنا شروط وقواعد التقدم. أدي حضراتكم الشروط العامة، الشروط العامة لشغل الوظائف، إجراءات القبول المبدئي لو حبينا نطلع عليها، الخطوات الإجرائية، إجراءات ما بعد التعاقد، إجراءات ما قبل التعاقد، وكمان جدول الوظائف المطلوبة للمدارس المصرية اليابانية، كل وظيفة والمؤهل المناسب ليها، والخبرات، الخبرات بتاعتها، والملاحظات، وكمان الوظيفة والسن المناسب ليها وسنوات الخبرة، مدير مدرسة من 35 إلى 45 سنة، كل مدرسة من 30 إلى 40، معلم من 25 إلى 40، معلم مساعد من 25 إلى 35، وادي المدارس وكل عنوان مدرسة وكل عنوانها بالتفصيل. بعد ما اطلعنا على شروط وقواعد التقدم احنا حاليا عاوزين نقوم بالتقديم. بنضغط على التقديم في اعلى الصفحة. بمجرد ما هنضغط على التقديم هتظهر معانا الصفحة اللي من خلالها هنملأ طلب التقدم. في البداية بيقول لي شروط التقدم، عامل الوقت معيار هام في تقييم طلب التقدم. حضراتكم لازم نخلي بالنا اني انا وبقدم لازم ابقى سريع، يعني نتفرج على الفيديو عشان خاطر نقدر نقدم بصورة سريعة، لاني بيبقى برضو التقديم بتاعي محدد بوقت، فانا لو قدمت في وقت قصير هيتحاسب او هيبقى لي برضو ده معيار، هيحكم بين اتنين قدموا، واحد قدم في 15 وليكن دقيقة، واحد قدم في 10 دقايق، فبالتالي لازم نخلي بالنا من معيار الوقت. بنضغط على وافق على جميع شروط الاحكام، هتظهر لي شاشة صغيرة تأكيد الموافقة، اقول له ايوة انا موافق، اضغط على التالي. بمجرد ما هنضغط على التالي هتظهر معانا استمارة طلب التقدم بالشكل ده. طلب التقدم مطلوب مني الرقم القومي وتأكيد الرقم القومي، ثم البريد الإلكتروني وتأكيد البريد الإلكتروني، العنوان المطابق للبطاقة، المحافظة، المركز، القرية، الوظيفة الحالية اللي أنا بشغلها، جهة العمل الحالية سواء مدرسة أو إدارة، وبعدين الوظيفة المتقدم ليها. بختار الوظيفة المتقدم ليها من القائمة المسجلة، سواء مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم فاصل، معلم مساعد رياضة أطفال، وبختار الوظيفة اللي أنا هتقدم لها، وبعدين بضغط على اضغط هنا تحقق من كود المستخدم إنسان وليس برنامج حاسب، بضغط I am not report. ثم بعد ذلك بعد ما بستقبل البيانات دي بضغط على التالي. ومجرد حضراتكم ما بضغط على التالي بيروح
يظهر لي فيديو عبارة عن 43 ثانية بيوضح لي فيه اني انا بعد من هنا ورايح هنبدأ عملية استكمال بيانات ثم تقييم، وبيوضح لي ازاي انا ممكن هخلي بالي اني دي لا دي عبارة عن تقييم انا هتحاسب عليه. فبعد ما بينتهي الفيديو بيكون زر التالي ده نشط، بضغط على زر التالي، بمجرد ما بضغط على زر التالي بيدخلني على صفحة استكمال الملف الشخصي. ولاحظ ان الملف الشخصي هنا بيكون عبارة عن خمس حاجات. اول حاجة البيانات الاساسية، ثم التعليم والتوظيف والانجازات الشخصية واسئلة التقييم والاختبار الانجليزي. اول حاجة في الملف الشخصي او البيانات الاساسية بيكون مطلوب مني الاسم رباعي، ثم بعدين النوع ذكر او انثى، والحالة الاجتماعية سواء اعزب او متزوج او مطلق او ارمل، عنوان السكن الحالي، رقم المحمول عشان التواصل، ورقم تلفون اخر، ثم اسم المدرسة المتقدم اليها. الرجاء مراجعة عنوان المدرسة المتقدم اليها قبل التقديم، واحنا حضراتكم زي ما قلت لكم في شروط التقدم هنلاقي كل مدرسة وعنوانها بالتفصيل. فانا هختار المدرسة هنا هم قائمة المنسدلة، المدرسة اللي انا هقدم ليها الموجودة مثلا في محافظتي، وبعد كده بضغط على التالي. كده استكملنا اول بيانات، اول جزء من الملف الشخصي اللي هو البيانات الاساسية. بعد ذلك التعليم والتوظيف، وده عبارة عن حاجتين، الدرجات العلمية اللي انا حاصل عليها والخبرات بتاعتي. الدرجات العلمية وبيقول لي هنا من الاحدث للاقدم، يعني اراعي تسجيل بالدرجات العلمية من الاحدث للاقدم. مثلا انا لو حاصل على مؤهل 2005، مؤهل اخر 2010، مؤهل مثلا ماجستير 2015، هكتب الاخر مؤهل الاحدث اللي هو الماجستير، ثم الدبلومه مثلا 2015 10، ثم المؤهل الاساسي اللي هو 2005. فبمجرد ما هختار نوع المؤهل سواء دكتوراه ماجستير دراسات عليا بكالوريوس، هلاقيه ظهر لي خانة سنة الحصول عليه والتقدير، يبقى حتى المؤهل وسنة الحصول عليه والتقدير. طب انا عاوز اضيف مؤهل اخر، هضغط على اضف المزيد وهكذا. طب انا عاوز احذف واحد من قدامه كده، هلاقيه هنا حذف، فمتاح لي اني احذف. يبقى كده انا اكملت الدرجة العلمية. طيب تاني حاجة اللي هي الخبرات، الخبرات وبرضو الخبرات من الاحدث للاقدم. طيب انا خبرات عندي هنا برضو جزئين، بيقول لي لو خبراتك داخل وزارة التربية والتعليم او لو انت تبع جهة خاصة. افرض انا مش شغالش في التربية والتعليم، شغال في جهة خاصة، فبالتالي هلاقي هنا في التربية والتعليم هيقول لي الوظيفة، ثم مكان المدرسة، ثم من عام كذا لعام كذا. لو هضيف حاجة تاني خبرات تاني اضف المزيد وهكذا. لو شغال معلم، معلم اول، معلم وهكذا، جميع الخبرات اللي انا مريت بيها اضيفهم، اضف المزيد. لو تبع جهة خاصة بضغط على جهة خاصة، وبرضو بضيف الوظيفة اللي انا اشتغلت فيها جهة خاصة، ومكان العمل، ومن كذا لايه لايه لكذا. طيب كده انتهينا من صفحة التعليم والتوظيف، ثم بعد ذلك الانجازات الشخصية، الانجازات الشخصية. طيب الانجازات الشخصية هنا لاحظنا حضراتكم اهو، هل قدمت في مؤتمر دولي خارج مصر؟ نعم ولا لا. هل قدمت في مؤتمر في مصر؟ نعم ولا لا. هل فزت بأي جوائز؟ نعم ولا لا. لو اخترت لا خلاص كده مش هطلب مني حاجة. طب انا لو اخترت نعم، لو اخترت نعم في على سبيل المثال هل قدمت في مؤتمر دولي خارج مصر، هيظهر لي اسم المؤتمر وسنة المؤتمر. طيب في مؤتمر تاني اضيف المزيد، اسم المؤتمر وسنة المؤتمر. طيب هل قدمت في مؤتمر في مصر؟ لو ضغطت نعم اسم المؤتمر وكذلك سنة المؤتمر. لو اخترت لا طبعا مش هيظهر لي اي حاجة. هل فزت بأي جوائز؟ لو اخترنا نعم اسم الجائزة، الجهة المقدمة ليها الجائزة، المقدمة للجائزة، سنة الحصول على الجائزة. طيب هل قمت بأي عمل مجتمعي؟ نعم مثلا انا اخترت نعم. طب اكتب نبذة على العمل المجتمعي. لو اخترت لا خلاص ما طالما اخترت لا مش هيقول لي اي نبذة. طيب لماذا تريد العمل في المدارس المصرية اليابانية؟ هل راتب اعلى؟ ظروف عمل افضل؟ يمكن ان يكون لها تأثير اكبر؟
المزيد من فرص التنمية المهنية قرب المنزل، مرافق مدرسية أفضل. أشوف أنا عاوز ليه أشتغل في المدارس اليابانية وأختار، بمجرد ما هختار هنا هضغط على التالي، بمجرد ما هضغط على التالي كده أنا استكملت الإنجازات الشخصية. هندخل على أسئلة تقييم، والراعي هنا بيقول لي إيه رسالة برجاء العلم. أنا بمجرد الضغط على الزر التالي سيتم حساب الوقت المستغرق في إجابة الأسئلة، ولن يسمح لك بالرجوع للأقسام السابقة. من هنا ورايح حضرتك هتتحاسب بوقت، والوقت ده أنت مسؤول عنه. فالراعي إني أجاوب في وقت أقل، ومش مسموح لي إني أرجع للخلف. طيب ندخل على أسئلة التقييم. سؤال أول: علمت من زملائك أن كل من في المدرسة قد تسلموا أجهزة حاسب آلي حديثة، ما عدا أنت، ما ستفعل؟ أفترض أن هناك خطأ ما قد حدث ويتحدث مع مدير المدرسة، ولا أعلم مدير المدرسة بالإحباط الذي أصابني بسبب عدم حصولي على جهاز حاسب آلي، ولا أنتظر حتى تقوم إدارة المدرسة بتسليم جهاز جديد؟ أنا اخترت أفترض أن هناك خطأ ما قد حدث وأتحدث مع مدير المدرسة. السؤال الثاني: عملت بمهلة التعليم لمدة عامين وحققت نتائج جيدة، ولأسباب شخصية حدثت لك مؤخرا أصبح تركيزك ضعيفا وانخفض مستوى أدائك، وبسبب تحديات أخرى داخل المدرسة انخفض مستوى أداء فصلك، ومدير المدرسة لم يأخذ هذه التحديات داخل المدرسة في الاعتبار، وجه لك اللوم على أدائك الضعيف وعدم قدرتك على تحقيق الإنجاز المطلوب منك. ماذا ستفعل؟ هل بكل أمانة سأقوم بعرض موقفي الشخصي على المعلم الأول، في نفس الوقت أعمل على تحسين أدائي ورفع مستوى الإنجاز، ولا أستشير المعلم الأول وكل زملائي على كيفية تعاملهم مع التحديات داخل المدرسة، وأقوم بطرح موقفي الشخصي جانبا وأستثمر كل إمكاناتي في العمل، ولا أقوم بطرح كل التحديات داخل المدرسة على مدير المدرسة وأوضح له مدى ارتباط هذه التحديات بأدائي، بالإضافة إلى توضيح موقفي الشخصي مع تقديم وعد له بتحسين مستوى أدائي العملي في حال تجاوز التحديات؟ الإجابة صحيحة: أستشير المعلم الأول وكل زملائي على كيفية تعاملهم مع التحديات الموجودة دي، اللي هم زيهم مشغلين، وأقوم بطرح موقف شخص جانبا وأستثمر كل إمكاناتي في العمل. أنت على دراية باختفاء العديد من ممتلكات المدرسة في الأسبوعين الأخيرين، ولاحظت أن إحدى الزميلات قد قامت بوضع أدوات مكتبية وبعض المعدات الخاصة بالمدرسة داخل حقيبتها في أكثر من مناسبة، وأنت تشك في كونها هي المسؤولة عن ذلك. ماذا ستفعل؟ أقوم بمواجهة الزميلة سؤالها عما لاحظته، ولا أقوم بإبلاغ مدير المدرسة بشكوى في زميلتي أنها تسرق ممتلكات المدرسة، ولا لن أفعل شيء. أقوم بمواجهة الزميلة سؤالها عما أنا لاحظته، وبعد سؤالها قد يتضح لي الأمر وأقوم بإجراء آخر. في نهاية يوم عمل مكثف تذكرت أن قمت بتبديل نتائج امتحان طالبين، بمعنى أن قمت بمنح كل طالب الورقة والدرجة الخاطئة. ما ستفعل؟ اخر اليوم اديت كل واحد، اكتشفت انك اديت كل واحد ورقه، وكل واحد عليها ورقه زميل اخر، والدرجه دي بتاعت الزميل الثاني. ماذا افعل؟ تذكر انتظار اليوم التالي واعتذر للطالبين واعلمهما بالاجابه الدرجه الصحيحه. فورا ساقوم بالاتصال التليفون بولدهما واعتذر لهما، واعد انني ساتصل بهما لاحقا لاخبرهم بالدرجات الصحيحه، والابحث عن مدير مدرسه واعتذر له واوضح له ما حدث، واطلب منه التدخل في حال وجود اي مشكله مع اولياء الامور. قد يكون الإجابة فورا سأقوم بالاتصال تلفون بوالديهم واعتذر لهم وأعد أنني أتصل بهم لاحقا وأخبرهم بالدرجات الصحيحة، أو قد تكون إجابة أخرى أبحث عن مدير المدرسة واعتذر لي وأطلب منه التدخل في حال وجود أدنى مشكلة، ولكن أنا اخترت الاتصال بولي الأمر. لقد قمت بإجراء امتحان للطلاب على أحد الدروس التي قمت بشرحها، وأجبت عن كل استفساراتهم، وطلبت من كل منهم أن يقوم بحل الامتحان بشكل فردي. وبمجرد بدء الطلاب في الإجابة قامت إحدى الطالبات بإلقاء ورقتها، مما أدى إلى تشديد زملائها من حولها. أنت تعلم أن هذه الطالبة تفعل ذلك في كل مرة تشعر فيها أنها عاجزة عن الإجابة على الأسئلة، وأنها تتصرف بهذا الشكل بهدف الإلهاء والمقاطعة لزملائها. ماذا تفعل؟ أطرد الطالبة من الفصل إذا استمرت في مقاطعة زملائها؟ أسأل الطالبة عما إذا كانت تفهم فعليا ما يجب عليها أن تفعله، ولا أن تلوم نفسك لعدم سؤالك كل الطلاب؟ لهنا أسألها هي مش فاهمة ولا لا، أشوفها، لأن طبعا هي بيصدر منها هذا السلوك عندما تكون عاجزة عن فهم السؤال. ف
فأسأل الطلبة أما إذا كانت تفهم فعليا ما يجب عليها فعله أم لا. بعض الطلاب في فصلك يعتقدون أنهم خارج السيطرة وتجولون هنا وهناك في المدرسة ولا يبذلون أي مجهود يذكر ويقومون بتشتيت زملائهم ماذا تفعل؟ أنا أعتقد أن هؤلاء الطلاب يفعلون ذلك نظرا لمعاناتهم من بعض التحديات خارج المدرسة، وهم يقومون بذلك لحماية أنفسهم. لذلك سوف أقوم بالتحدث مع الأخصائي النفسي المدرسة لعقد جلسات معهم ولا أتجاهلهم. لا، أنا أعتقد أن هؤلاء الطلاب يفعلون ذلك نظرا لمعاناتهم، ثم أتحدث مع الأخصائي النفسي لعقد جلسات معهم. في أثناء الحصة أبدأ بعض الطلاب حالة من عدم الارتياح أو الملل. أنت بتشرح الطلاب ملوا، إيه هتفعل؟ أقوم بإعادة شرح الدرس مرة أخرى ولا أتوقف عن الشرح وأشجع الطلاب على تنفيذ نشاط متعلق بالدرس ولا استكمال الدرس والتخطيط لإعادة شرحه في اليوم الثاني؟ لا، هنا أتوقف عن الشرح وأشجع الطلاب على تنفيذ نشاط متعلق بالدرس عشان أجذب الطلاب وأعيدهم للدرس مرة أخرى. في بداية العام الدراسي الجديد مررت بوقت عصيب مع فصلك، خاصة فيما يتعلق بنظام ماذا ستفعل. بكل حزم أقوم بإيقاف الشرح وأوضح أن ذلك غير مقبول نهائيا، ولا أوجه الطلاب للمشاركة في وضع قواعد للانضباط داخل الفصل ونوقع عليها كمان، ولا أستمع لكل طالب على حدة. لا، هنا في مشكلة في إدارة الصف، فهنا أتوجه إلى أن أشارك الطلاب معي في إدارة الصف. فالإجابة اللي هي الثانية، وجه الطلاب للمشاركة في وضع قواعد الانضباط داخل الفصل وأن يقوموا بالتوقيع على عقد تعلم يمكنهم أن يشاركوا في أعداده، هي الإجابة الصح. قامت والدة أحد تلاميذك بطلب مقابلة خلال هذا المساء، ولكنها لم تبلغك بالغرض من المقابلة، علما بأن مستوى الطالب الأكاديمي والاجتماعي جيد جدا، لذا فأنت لا تعلم ما هو موضوع المقابلة. وفي موعد المقابلة دخلت الأم الفصل وانت بتشرح، وجلست وبدأت في التحدث معك بأنك تحتاج إلى تغيير طريقتك في تدريس المادة وأن المنهج يحتاج للتحسين، إيه هتفعل؟ أنصت إليها ووضح لها في أسلوبي في التدريس أو ماذا ارتباطه بالتوجيهات الجديدة. أبدأ أشرح لها بقى وأنا شغال في الحصة، ولا أدعوها لحضور حصة دراسية حيث أقوم بعملي ربما تفهم أسلوبي وتوجيهي بشكل أفضل بعد ذلك. طبعا أنا شغال، مش هنصت لها وأنا شغال في الفصل، ده من وقت التلاميذ، لذا أدعوها لحضور حصة دراسية لأني أنا حاليا شغال بعملي لربما تفهم أسلوبي وتوجيهي بشكل أفضل. بعد البدء في فعاليات يوم اللقاء مع أولياء الأمور، قام عدد منهم بانتظارك وتقديم طلب منهم لك بتغيير المعلم المساعد لأنه لا يحترم متطلباتهم، وهددوا في حالة عدم تغييره بتصعيد الأمر إلى مدير المدرسة، ماذا ستفعل؟ سأصغى إليهم جيدا وتعرف إلى كافة متطلباتهم وتقصى حقيقة الأمر فيما يتعلق بشكواهم، وبناء عليه أقرر ما سأقوم به، ولا استدعي المعلم المساعد وواجهه بأولياء الأمور، ولا لكي امنع التصعيد لمدير المدرسه اعد اولياء الامور اني حغير حستبعد المعلم المساعد. لا، الاجابه الصحيحه ساصغى اليهم جيدا وتعرف الى كافه متطلباتهم وتقصى حقيقه الامر فيما يتعلق بشكواهم وبناء عليه اقرر ما ساقوم به. سؤال 11، قمت بالتفكير في اجراء جديد تعتقد انه سيعمل على تحسين اداء المدرسه. بعض زملائك وافقوا على التغيير والبعض الآخر رفضوا وبدأوا في محاربة هذا التغيير وذهبوا لمدير المدرسة، ماذا ستفعل؟ علي قبول التحدي وأقوم بالترويج لفكرتي مع من وافقوا عليه بشكل جيد، ولا أقوم بمقابلة باقي الزملاء المعارضين لتوضيح الفكرة وشرحها واستمع لتعليقاتهم وتحفظاتهم بهدف تقريب وجهات النظر، ولا أعتذر لمدير المدرسة. أقوم بمقابلتهم باقي الزملاء لتوضيح فكرة بتاعتي وشرحها واستمع لتعليقاتهم وتحفظاتهم بهدف تقريب وجهات النظر. أحد زملائك قام بإزائك وبالرغم على أحد زملائك يقوم بإزائك وبالرغم من أنه في وظيفة أعلى منك، إلا أنه أقل منك خبرة ولديه إنجازات أكاديمية ملحوظة وتمتع بموهبة كبيرة. قام أحد زملائك بإخبارك بأن هذا الشخص سوف يسحب بعض اختصاصاتك في المدرسة، ماذا ستفعل؟ أنتظر حتى أرى ما ستؤدي إليه الأمور، لأنه ليس من العدل البتة في اتخاذ موقف بمجرد السماع لمعلومات عن طرف سارس دون دليل. بالفعل هي الإجابة الأدق. في أحد الاجتماعات الشهرية مع المعلم الأول مدير المدرسة وجدت نفسك طرف في خلاف بينهم، وأنت تعلم أن كليهما تعاطى مع الأمر بشكل غير مهني
وهما دائما على خلاف، وتجادلان حاليا حول استراتيجيات متضاربة للمدرسة، ويطلبان منك أن تؤيد أحد الطرفين. ماذا ستفعل؟ أقبل فكرة مدير المدرسة لأنه أعلى سلطة، ولا قم بتوضيح مميزات وعيوب كلا الموقفين بمميزاتهما، وأقرر من هذا المنطلق عدم التدخل في الصراع الشخصي بينهما، ولا قم بوضع نهاية لهذه اللعبة السياسية بشكل تكتيكي، أقوم بسؤالهما عن عرض بديل ينتج عنه تعاون حقيقي. الإجابة الثالثة: بالشهر الفائت عانت إحدى طالباتك المتميزات من انخفاض حاد في أدائها، بالرغم أن هذا الانخفاض في الأداء كان مستمرا على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة، إلا أنه كان حاد في الشهر الأخير، وفضلا عن ذلك فقد أصيبت هذه الطالبة بحالة من الإحباط داخل الفصل، وبدأت هذه الحالة في التأثير على الحالة العامة داخل الفصل. نظرا لأنها طالبة متميزة، ماذا تفعل؟ علي الاتصال بها دعوة المناقشة للوصول إلى السبب الحقيقي، والتصل بولي الأمر وتحدث معه بشأن انخفاض مستوى أدائها، ولا أترك الأمر. أتصل بولي الأمر، لقد يكون أن هذا الانخفاض راجع لأمور خارجة عن المدرسة. اكتشف أحد أولياء الأمور حالة من حالات التذمر والعدائية لدى ابنته، وكان لديك علم بذلك، وأجريت عدة محاولات للتواصل معه عن طريق التليفون والبريد الإلكتروني لأسابيع كثيرة. وصل الأمر لمكتب مدير المدرسة وطلب لقاءك فورا، فماذا يكون رد فعلك؟ رحب بولي الأمر ووضح له أنني على علم بالمسألة، ورحب بولي الأمر ووضح له أنني أتعامل مع هذه المسألة مدة عدة أسابيع منذ بدأت في اتصال به تليفونيا، وأرحب بولي الأمر وأصغى إليه جيدا وأبدي تفاهما لملاحظاته ووضح له كل تفاصيل الخطوات التي تتبعها في التعامل مع الطالبة. الإجابة الثالثة للأدق: أنت في بداية العام الدراسي الجديد، استقبلت 3 طلاب جدد في فصلك كلاجئين من بلد عربي شقيق، وأنت مهتم جدا برد فعل طلابك على تواجد الطلاب الجدد داخل الفصل، خاصة فيما يتعلق بلكنة الطلاب الجدد. ما ستفعل؟ أقوم بتعريف الطلاب الفصل بالطلاب الجدد ووضح لهم أنهم جاءوا من بلد آخر في المنطقة، حاول أطفي مزيدا من الدفء على هذه المقدمة. وفي اليوم الأول من الدراسة أقوم بتحدث على البلد التي أتى منه الطلاب الجدد وشرح الموقف في بلادهم وتوضيح كيفية وصول هؤلاء الطلاب لبلدنا، ولكلف طلاب فصلي باختيار دولة عربية لعمل البحث عنها، على أن يكون كل طالب على البحث في اليوم في عن هذا البلد عن بقية زملائه. أقوم بخيار الخيار الأول وأقوم بتعريف الطلاب الجدد الطلاب الفصل بالطلاب الجدد وأضيف نوع من الدفء. أتى طالب إلى فصلك وجلس آخر الفصل بجوار الباب، وكان نادرا ما يتحدث مع أحد من زملائه، مش بيتحدث مع زملائه، ولا يسأل أحد شيئا، ولا يشترك مع أي زملائه، مش بيشارك في ممارسة أنشطة مختلفة داخل الفصل. ماذا ستفعل؟ أطلب منه الجلوس في منتصف الفصل حتى يتمكن من المشاركة بشكل أفضل في أنشطة الفصل، ولا بشكل عشوائي أقوم باختياره المشاركة في عمل جماعي، ولا أقوم بتكليف طلاب الفصل بعمل ما، وأطلب منه من هذا الطالب مشاركة زميله الجالس بجواره في هذا العمل، ثم القيام بعرض ما قام به. الإجابة الصحيحة هي الأدق، هي الثالثة. قم بتقسيم الفصل إلى مجموعات للقيام بمهمة ما، وفوجئت بعودة طالبة من إحدى المجموعات إليك وطلبت عدم الاشتراك في هذه المجموعة لأنها على خلاف أحد الطالبات في المجموعة. ما ستفعل؟ قم بمقاربة كل طالبة على حدة ووضح لكل طالبة أهمية مشاركتهما في المشروع الذي ستقوم به المجموعة، وأطلب من كل واحدة منهما أن تقترح آلية تعامل ما بينهما مستقبلا. قم بترتيب العمل بالمجموعة، تكليف كل عضو بهما عضو بها بعمل محدد للحد من احتكاك أي احتكاك بينهما، ولا أعبر عن رفضي لهذا السلوك. الخيار الإجابة الثانية هي الخيار الصحيح. تم تكليفك بالعمل بمشروع بالتعاون مع أحد زملائك الذي يعمل بالمدرسة منذ فترة طويلة، ونظرا لأنه ليس لديه تطلعات للنمو المهني لم يقم بالعمل المطلوب منه نحو هذا المشروع، فماذا ستفعل؟ يبدو أن هناك تعنت في هذا الأمر، لذلك سأقبل بالتكليف وأقوم بما يلزم علي على أكمل وجه، وما تبقى من عمل فهو مسؤولي الشريك العمل المطلوب. أرفض مثل هذا الموقف وأتصل مباشرة بالمعلم الأول من مناقشة الأمر واستبدال الزميل، ولا بالتواصل مع هذا الزميل يتم توزيع المسؤوليات بشكل عادل، علما بأن ذلك لن يكون في صالحي من حيث المجهود والوقت المطلوبين لتنفيذ المهام. الإجابة الصالحة الثالثة هي صحيح.
لقد قمت بإعداد خطة درس تهدف إلى تشجيع الإبداع في تعلم الموضوعات العلمية، وذلك بالاشتراك مع زملائك في المدرسة في أوقات فراغك. وحاليا انضم اثنان معلمين جدد لفريق العمل بالمدرسة، وقام مدير مدرسة بتكليفك بشرح هذه الخطة لهما في إجازة نهاية الأسبوع، علما بأن لديك ارتباطات عائلية خلال الأجازة. فماذا ستقول لمدير المدرسة؟ أعتذر من مدير المدرسة بأن لدي ارتباطات في إجازة هذا الأسبوع وأنني سأقوم بذلك في إجازة الأسبوع القادم، ولا أعتذر بأن لدي ارتباطات في إجازة هذا الأسبوع وأناقش معه إمكانية تسليمهما نسخة من الخطة للاطلاع عليها والاتفاق على مقابلتهما وشرحها لهما في إجازة الأسبوع القادم، ولا أعتذر وجود ارتباطات عائلية دائما؟ الإجابة هي الثانية. قام مدير مدرسة بتكليفك باختيار 5 من طلابك للمشاركة في مسابقة قومية للمشروعات العلمية المبتكرة، وطلب منك إعداد القائمة بحلول نهاية الأسبوع، فماذا ستفعل؟ أقوم بتصميم اختبار لتقييم طلابي في مجال المعرفة العلمية والابتكار، واختار الطلاب الحاصلين على أعلى 5 درجات، ولأقوم بعمل قائمة لطلابي من حيث الالتزام في الفصل مستوى المعرفة، واختار أفضل 5، ولمراجعة زملائي مما لديهم معرفة بمستوى طلاب فصلي، واستخدام هذه المعلومات في اختيار الطلاب 5. الإجابة الثالثة، أنت تعمل على تشجيع طلابك على المزيد من القراءة بينما المصادر في مكتبة المدرسة محدودة، ماذا ستفعل؟ أبادر بمشروع جمع وبناء مكتبة كتب بالمدرسة يتم التبرع بها من أولياء الأمور عن المعلمين. أطلب من مدير المدرسة توفير كتب للمكتبة المدرسية. أطلب من طلابي احضار بعض الكتب التي قرأوها في المنزل يقوموا بتبادلها مع زملائهم بالفصل. الإجابة اللي هي الثالثة، خلال يوم اللقاء مع أولياء الأمور قام أحدهم بالتواصل معك بشأن ابنته، أخبرك بأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنها تعاني من اضطراب فرط الحركة النشط، وأنها لن تتمكن من حضور الامتحان في الوقت المحدد، أو أن تؤدي الواجب المنزلي في موعده، أو أن تأخذ ملاحظات وغيرها، ويطلب لها الرعاية المستحقة في الفصل. بينما أنت تتحدث مع ولي الأمر سمع آخرون عن هذا الحديث وبدأوا يتهامسون فيما بينهم، ما ستفعل؟ وضح لأولياء الأمور بأن استيعاب الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلم مختلفة هو أحد أهدافك وأدوارك الأساسية، ولقم بشكل شخصي بتوضيح الحالة الخاصة التي تعانيها منه ابنته، ولا أعد كل أولياء أمور طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بأنني سأقدم لهم الرعاية اللازمة لأبنائهم. الإجابة هي الثالثة، لقد لاحظت بأن بعض من طلابك يعتمدون على أولياء أمورهم وتقدمهم الدراسي ليس بسبب مجهودهم الشخصي، ماذا ستفعل؟ تحدث مع أولياء أمورهم بشكل دائم وحثهم على تحمل أبنائهم المسؤولية، ولا تتحدث مع طلابهم على أهمية تحمل المسؤولية من أجل أن يتعلموا عن ضرورة قيامهم واجباتهم على الوجه الأكمل حتى يحصلوا على أعلى الدرجات، ولا قم بمساعدة الطلاب في تصميم أداة مرئية تساعدهم على متابعة تقدمهم وتسجيل كل واجب وكذا أي تغذية راجعة حصلوا عليها ونتيجة للتغذية الراجعة التي حصلوا عليها؟ الإجابة الثالثة هي الأطاق. يبدي بعض الطلاب عدم اهتمام بكتب التدريبات في كل مرة تنوي استخدامه معهم، وهم يشعرون بالملل وعدم الرغبة في حل التدريبات، ما ستفعل؟ أطلب من المعلم الأول تغيير كتيب التدريبات لكي أتمكن من تحقيق نتائج أفضل مع طلابي، ولا أستخدم موارد تعليمية أخرى لأجعل الدرس أكثر حيوية، ومش مهم متابعة كتيب التدريبات، ولا أقوم بالدمج بين التدريبات المطمنة بكتابي وبالتدريبات التدريبات من مصادر أخرى متنوعة لجذب انتباه الطلاب وتشجيعهم على المشاركة. الإجابة الثالثة هي الإجابة الأدق، ومجرد بننتهي من الإجابة على التقييم بنضغط على التالي. مجرد نضغط على التالي تظهر الرسالة التقدم، برجاء العلم أنه بمجرد الضغط على زر التالي سيتم حساب الوقت المستغرق في إجابة الأسئلة. ورأي حضراتكم بمجرد ما بسأل ببدأ أسئلة التقييم سواء العربي أو الإنجليز بيحاسبني بوقت، هلاقي فيه تايمر وقت بلاقيه بيعد عدد بيعد، فنلاحظ الوقت نضغط على التالي هنقلني بقى للامتحان الإنجليش، هو عبارة عن 20 سؤال. على سبيل المثال السؤال الأول today is Wednesday yesterday is space Tuesday، الإجابة الصحيحة was. السؤال الثاني الإجابة does اللي هي where space Sarah live. السؤال الثالث Jack speaks English Spanish and a bit of French.
الإجابة سبيكس. السؤال الرابع نان، وحضرتك هتلاقوا حضراتكم الأسئلة الإنجليز مجاب عليها عن طريق ناس متخصصة برضو. سؤال خامس الإجابة سي، I finish the work last night. سؤال السادس والسابع هو ما ظهرش جملة فلذلك ما قدرناش نجاوب عليهم، لازم تكون في جملة ظاهرة. سؤال رقم 8 اثبت اوف اللي هي ايه. السؤال التاسع اي الجمل التالية مش غير صحيحة، الاجابة سي بي. السؤال العاشر الاجابة ايه. 11 الاجابة سي جان. السؤال 12 اي البي اللي هي الاجابة بي. شو ذا كوركت تنسوري جاك سبيس لتومورو اي ام فريت، اجابة بي. السؤال 13 الاجابة سي. 14 بي اي جمل غير صحيحة. سؤال 15 هلا الاجابة الصحيحة سي، I don't think this machine will work. اجابة السؤال 16 الاجابة I don't think انا اشك انه يساعدنا، يبقى الاجابة بي الاجابة الصحيحة. 17 ايه. 18 I don't know if يبقى الاجابة ميك اجابة ايه صحيحة رقم ايه. 19 بي نوت ارتكل. 20 ايه. وبكده يبقى انتهينا من الاجابة على الامتحان الانجليش، ومجرد ما بضغط بنتهي من الاجابة على الامتحان الانجليش بضغط على التالي وبتظهر لي رسالة هذا اقرار اني انهيت عملية التقدم اني اوافق على الشروط والاحكام. في حالة الضغط على زر حفظ تكون قد استكملت طلب التقدم لن تتمكن من التسجيل مرة أخرى. نضغط على حفظ قد ظهر لي رسالة تم التسجيل بنجاح، لقد تم الانتهاء من أسئلة التقييم. سنتواصل مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني فقط، لذلك نراعي احنا بندخل البريد الإلكتروني لازم البريد الإلكتروني يكون صحيح ويكون مفعل. شكرا لاهتمامك للانضمام لأسرة المدارس اليابانية المصرية. وبكذا يكون انتهينا حضراتكم من التسجيل وزي نسجل وزي نجاوب على الاختبار والتقييم. لو عجبكم الفيديو ريت شاركوا في القناة عشان يصلكم لكل ما هو جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.